سمعتوا الكابتن طاهر ابو زيد بيقول لعمرو اديب، بيقول احنا فاضل لنا كتير قوي كتير قوي لحد ما نوصل للمستوى المغربي. يا خرابي يا خرابي، عمرنا هنوصل لمستوى المغرب لحد امتى؟ لحد ما ندفن ونموت؟ مش هنشوف لاعب زي صلاح تاني يطلع مثلا؟ مش هنشوف لاعب زي ابو تريكه كده يخدم على اللعيبه؟ مش هنشوف مهاجم زي عماد متعب ولا عمرو زكي يخلصوا منطقه الجزاء؟ ولا هنشوف ابراج عاليه ومفيش؟ انا مش عارف، انا مش عارف. وانا اللي اعتمد على اللعيبه اللي بتخش النوادي بفلوس رجله بتخبط في بعضيها. انا ده دول ده كلام طارق وزيت اللي بيقول كده، ده دول ان في عيال او لعيبه بتخش النوادي بفلوس وعبي عبي مع العفش يابا وكب ودخل المنتخب بقى، هات من فاركو وهات من ده وهات من ده. يا جدعان هنفضل طول عمرنا في اللعيبه بدوه؟ هنفضل طول عمرنا في اللعيبه بدوه؟ ده احنا عندنا صلاح واننا طالعين كده في هلتة الدوري الانجليزي من كرم ربنا.